وبسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التمكين بين الوعد والشرط في مسجد علي متان في مدينة هرقيس. شو حاضر ليربا جزاكم الله خير. التمكين الشرط والوعد فطر لي ردي صوت يا رسي ونغم هذا علمي هذا نغم جزاكم الله خيرا سيسكو حرين بلاغة يا كجرتا وامي وحبي الدنيا لنا إلى هذا ها حبي الدنيا لنا إلى هذا مركا عنوان مسار ذا وحكم مهمها البواء الجواب باين من عنوانه هنا لا الجواب باين من عنوانه مساركم مهمها التمكين التمكين وإلهي سبحانه وتعالى إنه التمكين يو قف قيس قومية جماعة دولة أمة إنه التمكين يو التمكين يو ومحي مركا إنه سيو المكنة إنه محي سيو المكنة المكنة ومحي الإمكانيات إنه سيو الإمكانيات بمعنى إن الله سبحانه وتعالى أجرجار ضد معين أه سذي أي أفر اللهاين ونهر مر اللهاين وحي إلهي سبحانه وتعالى وسي نختر وين هذه لا يراها وحال الدنيا إلا تمكينيو وحوبها هي دخاتر هفن قلب بجد وينو بلارم كالكاليا العافمات ها مال عذرها لغو بارو انت صدر اسوالته نختارك هدو هلو وحال اللي هي نختار كاسي وحو هايستا مكنة ولا تمكيني يا مامل مامل هفن طبيعة العالم الوعد وبلنتي الشرط نوع شرط فارغ ورد قرنسا إلهي يحيي سبحانه وتعالى طبعا عالم كإسلامي لو حكت هاي ذنا الذي كشا كين ماي ها شو انت كشا كيا إلهي يحيي سبحانه وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دون الله من وال أبلغ ويعيد داس مركا التمكين عيد اللبات يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم سؤال بسويدين صحابتي تقال انت اللي قالت قال كي احد ما هي ضاوع بدن بصحابته كو دعي ما كان سي سويديين سؤال عجيبه او اهيد ما حي ان لو جبي ما حي ان او هوسينا ما حي ما حي ما حي سؤال حساس اليس القران من عند الله ها نبي محمد النبي دعاء انه مين انه هين انت او رايل كحيد ها كو اسميانا هين قالدي ها بعد ذلك ده هيستها الطبيبك قلت يمكن أن يرد سوي دينس على ما إنه إسلام كي هاي ما يوين ما كعبد بيانا كعبد يا إنا قرآن كم إنه قرآن كي ما يوي سنة بيانا سنة ما يوي ده سؤال ده هذا أنا إنه لو كي إنه جي جي هذا ما هاي إنه هيستا سؤال نفسي سوي دين لا ما دي بقول سنة وجود بيبا سؤال شام مسلمين سوي دينية لا بقول سنة أكبر كتاب الله قري شكيب أرسلان كتاب كقول لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ ما حي مسلمين تدب وقول عين غير كودنا أي أهرم مرين شقيب أرسلان ودرزي قال بوها صو مسلمين دروز تن سوريا جبل لبنان شقيب أرسلان أمير البيان قال كوشا أحمد شوقي ها أمير الشعر ها أمير البيان وهو ها من قلن قاطع يا
من قال إن قاتني كي أوقف صيحة بدنا عرب أمير البيان بيلاد بل بدنا بس كوي دي ما كان سؤال هم حي نهري هندي دو يسوي ديس هندي ده مسلمين تهندي دو يسوي ديان مسلمين تافريكان تم مذوري يسوي ديان عربي يسوي ديسي ملاي جاي إندونيسيان كا فوق يسوي ديان ها لبادي بقول السنة ورم حي نهري سؤال شاسي صحابي يسوي ديان بريجا دقال كا أحد إلهي بقران كل كده جاي مكان أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا وتسواش قلتم أن هذا كيف هذا لماذا هذا كيف هذا سيدابا أجبني صحابة النبي محمد السويدي صلى الله عليه وسلم ما كان السويدين حق ما نقول لنا ما كان لأن إن كنا السويدين سيدابا أجبني لا لا ما قارب أميسن إننا نجبن قارب أميسن أوراي لحول بينه تمام يعني أسكى أميسن لحول بينه يوم مرنا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها أما أنت بدر تضبات النواد شيء تضبات النواد صو قفالتين إذا كنا تضبات ما أنت اللي ذيك الدليل أولما مركي عيدن هلا شيء مصيبة لي جبكي وحد قد حقيقة وحا أصبتم إذا كنا هلا شيء مثليها ما أنت بدر سؤال شنو السويديسن قلتم أن هذا هل كي نبتل نوغة تمت بأس ويديسة سؤال شو دي بلاهي قرآن كان لغاية جوابتين إلهي باك جواب مكحة قل وحاد كتر على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو جبكري من عند أنفسكم حقين كيم الجبكر إن الله إلهي على كل شيء قدير بحامان أمة الإسلام هل كان لغاية محام مسلمين تماطة هل كات لغي وإن لقيت رب ذي إلهي ما أورني عيد ما هو جوابي ولا إذا كت رب ذي هل ما أورن ولا إذا كت تكنولوجيا سر يلا إن لما أورنن ديار ذا وحي هالستان يو فرب بدن ده بركي عراق تقال كي ممكن الكويت بري قبسة تسق عشان في القاهرة الجوني سأجي أنسك حنا حربة معينة ayaa waxaan arag abriga CNN soo baxday CNN in abriga hore ma jirin fadaayaad kale ma jirin markaas dhageynta waxaan u jiray waxay mareekanku garanayaan habadda tamatimka ah tamatada tamatus tamatimka lagu iibiyo Baqdaad inta habay basal ay taala way arkayaan liinta la kala jarayo way arkayaan warka CNN waa maxay waa cul horti jabay ودي كتمات كان عوني سيقولي يا أركيا حبيت ده اللي يتهد ديرا نسوا نين كأركيا ما هو بعض بحي ورور يا حلو قليل يا إلهي مركو يورا عيدا قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم بيوت جابكوا حقينا إن الله على كل شيء قدير haddeen sida u hadli weyno aynu faraha inaga isku soo fiiqi weyno aynu faraha ku fiiqno al awamil al kharijiyya awamil kharijiyya ma jirtaa way jirtaa awamil kharijiyya ma jirtaa ha wala gunuubiya wala gunuubiya wala gudiiday wala gudiiday maxaa lagu diidan yahay waxa lagu ma diidan waxa lagu diidan yahay aqeedada iyo muamalaadkaaga iyo akhlaaqada iyo kitaabkaaga iyo taariikhdaada iyo juqraafiyadaada soo socota أنت أصلاً إسوادتا حدّي إسقبسطه إن الأدوم كأد كيري كرتيد نموذج لغود ضيده أو كدوم كمان تيالا بس وعلى تأول لما الرّب اتكلا إن كانت النموذج كان يالا مو يعني يوني لينير بين هذا يوني لينير ما كان سوسيولوجي آخر نزاع يا أول بحيد البحر ما ذر هالقلب أو تقوّت كلية مرتين والله لغو البحر نكيد دور يا إنه البحر البحر واجد كليا يوني لينير كاكليا مر إنه منو حنلاه نهاي مال البحر ذا ها سي صعدوا يوني لينير ما هي ومالتي يونير ودوينك فربدون وكلوا لغو البحر يا جراء خمد بار عرين كرنا وين معنى هذين مركا إنه فرت يسكو فيقي وينه
oo dhibtu xaggeenna ayn odhan weyno innagay naga timin haddaan odhan weynona culayska badankiisa ku tuurno maxay dagaal baa lagu jiray cumar ibn khataab baa saxaabi ag fadhiya xaggaasaa dee berigii hore badhannada laiskuma taataaban jirin rag waa sayl jirin baa halwaranaa lagu soo tuuray markaa mid cumar ag taagnaa warankiiba intuu gaashaankiisa ku dhacay buu agtiisa ku dhacay ninkii markaasuu saxaabigii yidhi cumarow war ninku ninka waray kaa soo tuuray gacantiisu xoog badnaydaa buu yidhi soo ka halkaa igu tuuray eeg cumar wax walba ka faa'idaysa markaaba uu saxaya fikradda markaasuu yidhi hala yaabin xoogweynida gacanta soo gamtay soo tuurtaye waxaad la yaabtaa daciifnimada gaashaankaaga ma fahantiin aryaalahen maaha baha kan la soo tuurayo maaha haddii adigu 90,000 oo godolol aad leedahay qabyaaladii dib u dhacay musuqmaasuqnimo iyo aqoon la-aan iyo nadaafad la-aan iyo kala dambayn la-aan hadda adigu wada tahay dee fajaasuu khilaalo diyaari haddii laguna maxaad ula yaabay fajaasuu he khilaalo diyaari haddii lagu dhex galgalo oo dhan walba lagu raaco ilaa waxaanoo gadaloola adaa lehen in allaale inta daloole adigu aad leh haddaad iska musaysood iska da halkee lagaa soo geli yaa lagu soo gelgeli kari shuruud buu dhigay ilaahay subxaanahu wa tacaala tamkiinka shuruudo badan baa yaalla laakiin saan waqtiga usoo gaabino ha haddana ayaamahan aanu hadalada waaba gaabiyaaba aad in yaroo gaabar ku kala kaca haddii lahaydmo kow shardi koowaad ilahay uu dhigay waxba alimaanu billaahi tabaaraka watacaala walcamal asaalix alimaan billaahi tabaaraka watacaala walcamal asaalix waa shardi litamkiin u qaado markaa noloshaada keliga adiga qoyskaaga intaa majmuucadaada si weyn u qaad innaa lanansuru rusulana waladiina aamanuu horta halkee fi lxayaati dunya horta tab wayowma yaquumu lashhaad aywan innaa nansuru rusulana ayda yowma yaquumu lashhaad soo warcad maaha fi lxayaati dunya وقال الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار وعكسه هذا هو هذا إيمانك هشو قرمدي يجو حد ليه هي هيل دول ككلاء يجو محيط ركولة دقال ما هيانا ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا هي وكان حقا علينا نصر المؤمنين شرط ما كان ما هي الايمان ايمانك مرنك هذا ما هذا هذا كي ان كو دغ جيرنا ما كي ما كي علم الكلام كما ها كي مرنك ما يا كي فلسفي ما كي نظري ما ويقين كي كتسي الى هي ويدير دبينه تحي وكي اد كقادنيس كو دقاجين هبين كي كو ديديس هردو waa iimaankii kugu dhaqaajinaya camal inaad la timaadid iimaan xaqiiqi ah walaalkaa inaanad xamanin kuu diidayay xiqdiiyo xasad kuu diidayay walaalkaa oo barwaaqaysa inaad ku faraxdo iimaankii kugu kicinayay salaadaha markaad maqasho ee u degdegtid iimaankii kugu kicinayay walaalkaa oo dhibban inaad u damqato iimaankii kugu baaqayay laysa aladii yuqra'u fi lkutubi faqad إيمان عمل كده شو إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون كوا ويا مركا دول كان للي يا هي مؤمنين تيبوا الربائن وينوشك واعي صفوين بالليل كو إلى هي سو هذا القاد كيسو أكتوذ وكوين يعني مؤمنين تنقوش الربائن يهلنا هذا يقعد سورة صاد ilaahay markuu ka sheekaynayo nebi ibraahim iyo ubadkiisii wanaag buu ku sheegay haddana wanaagga wuxuu yahay wanaag badanna way lahaayeen laakiin hal arrin bay si gaara u lahaayeen buu yidhi hal arrin innaa akhlasnaahum bikhaalisa dhikra daari nebi ibraahim iyo ubadkiisu wanaagay lahaayeen markuu ilaahay sheegay wuxuu yidhi mid bay si gaara u lahaayeen oo waa maxay dhikra daari aakhira xasuustooda agtooda ku weynayd
duulka la rabo ee la leeyahay ilaahay waa u hiilin doonaa. tilmaanta koowaad ee ay leeyihiin waa maxay? waa duul ay aakhiro ku weyn tahay. haddii ay inagu bataan showman, showman kuwa layidhaa showman ku arkaayo maqlayda, maqlay arkaayo hadday inagu badato iyo anaa eridu hadday inagu badato iyo saxaabadii markii la tilmaamay maxaa la yidhi? tilmaam cajiib ay lahaayeen. taabiciintii baa tilmaamay saxaabadii, isway soo gaadheen dee, maxay yidhaahdeen? yaksuruuna cinda alfazac wayaqiluuna cinda aلطamac. waa saxaabadii nabi maxamed barbaariyey tilmaamtaasay lahaayeen. hadday tahay cinda alfazac walhayca, iska celi, islaam u gargaar markay taqo safka horey buuxaan. cinda aلطamac, adduun iyo manaasib iyo magac markay tahayna lama arki jirinba, inuu dhumanayaanba kuma arkaysitaa saxaabadii nabi maxamed sal اllah slm. hadee tilmaamta wataa, yaksuruuna cinda alfazac wayaqiluuna cinda aلطamac. haddaynu markaa in gurmad kale aynu rabno waynu wada doonanaaye, ma gaari karnaa inaynu cinda alfazaci badnaadno, cinda aلطamacna aynu yaraano? sagaal iyo sideetankii ayay dooneen odaygii tunis, sagaal iyo sideetankii ayaa odaygii gaboobay iyo borgeeba ayaa la doonay in laga takhaluso wadaadadii. wadaadadii tunis baa yidhi odaygii waa gaboobay, intaana cid kale meeshaydii ku imanin, kan siyaanba bixiya. waa la shiray marka 1989 markaasaa la heshiiyey. xataa ninkii ka soo saari lahaa guriga madaxtooyada ee meeshiisa fadhiisan lahaa hawshabaab, waa inqilaab, inqilaab, inqilaab caadi. wadaad aan han lahayn wadaad maahay gawdhe. meeshaan u socda waatan iyadoo la shiro, la fadhiyo, ayaa waxaa wadaadadii ay ka doodeen ku murmeen odayga markaynu haddee odayga markaynu ka takhalusno sidee baynu u qaybsanaa madaxnimada? raalu saaxiib lahoru ayaa wuxuu igu yiri, anu waxaan dalbaday buu yihi wasaaradda thaqaafadda, thaqaafadda iyo culuubtaan dalbaday. mid kale wuxuu yihi anu waxaan dalbaday waxbarashada. waanu ku murannay bay yidhahdeen, waanu ku murannay. xataa idaa fashiltum watanaazactum, wadaadkii kale qabsaday borgeebe ka dambeeyey oo meelaha dayda ku ah talyaaniga ayba dibadda laga keenay iyagoo weli murmaya, ayuu 24 saacadood ka hor inqilaabkiisii qabtay dhag iyagiina jeel ku wada geliyey. subxaana rabbika, afahamtum? maxaa ina helay markaad leedihin anna hadada, wahalkii anna hadadu ma iyagaa bisaba innaga. yaqiluuna, yaqiluuna cinda aلطamac wayaksuruuna cinda alfazac. waa inaanan leeyihiin muminkaas waa inuu dhaqan leeyahay alwajan, cabsida ilaahay waa inay ku badan tahay, ilintiisu waa inay qoyan tahay, qalbigiisuna qalbi dareen leh, qalbi dareen leh qalbigiisuna qofkaas waa inuu maxaytuule waa inuu yahay. dad salaada ooga waa inay noqdaan iyo maxay leh waxbixinna le waa inay noqdaan. alladiina yuqiimuuna asalaata wabima razaqnaahum, may kala hadhaa labadaasi? ma kala hadho abadan. fulay xilma qaado diineed, bakhayna xil diineed ma qaadi karo. ma idin dhacatay waan ku jecelahay buu yidhi nabi maxamed sal slam, maxaad waan ku jecelahay buu yidhi. nin baa ku odhanaya yaa rasuul allahi inii uxibuk, ka fiirsa buu yidhi, ka fiirsa buu yidhi. ma jeceshahay? haa, u diyaar garow buu yidhi, saboolnimo u diyaar garow buu yidhi. haddaba nin aana i jecla jeebkiisa wax kuma hadha eh, u diyaar garow. fa acidda lilfaqri, saboolnimo kiishkee tolo buu yidhi. haddaba kalgacalkaygu price buu leeyahay, saban buu leeyahay. abubakr sidiiq agna alaqniya, afka maanta atada milyaardheer buu ahaa, milyaardheer buu ahaa abubakr sidiiq, milyaardheer buu maka ku ahaa, lixdan ina ugu taajinsana maka ku jira buu, saddex jeer buu abubakar kacay nusratan lirasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam.
دين صبول دعوة صبول دعاء دين وضوء يا أحبا أنا هيني مجتمع عودين أنو أكجوغين وأنو أكتاقنين كتابك كدو دوني كتابك وحكا لغاية ساعة طوش كدو دوني سيد يا بطول كيارات ميلا أتكو تقي سيد هكي كي قاري هكي قاري القاري بس الله بضع ساعة الله رب إلي إساق استاقان مام شافعي كان أصدوها قاهرة مركو تقي بخار بفرتي xer nadee waa lagu soo aqjabay oo daardayd oo dhanba ku soo jabtay kitaban ku dhigay waxna ku dhiibay maayo mees socon sax ya askeer zaad barkay bahar uu ardaydu sheekh hor istaagaan maxamed ibn idris shafi'i qurashi matlabi uu dhiibaa ibn bashi waxa bayaan imaam malik baa maqla oo madiina jooga waa sheekhiisi sheekh inta ka yaraaba ka kacay inta walaab soo diro biir oo sheekh ha loo dhigo hadana waa loo sheegaa uu kacay kaas uu sheekh la soo hadlay aday waxoogaa waa sideed gacanta yar qaba ya markaas uu sheekh xirtii ardaydii aya meel markaas uu imaam malik yiri hadathana hadithki buuri bi sanadkiisa inu nabigu yiri sallallahu alayhi wa sallam gadaashay waxa idin iman doona dad qurba ah oo qurbaha ka iman doono oo cilmigayga soo doonan doona karaamaya dadkaas uu nabii maxamed yiri sallallahu alayhi wasallam talabatu alilmi karaamaya oo u dhiib oo ka baqaynina kuwa diinteeda dhiganay nabii sallallahu alayhi wasallam wad buu yiri markuu kacaba anaga ku dhiibayne habeen buu imaam shaafici hurday markaa ha kaas waxa habeenkii iska akhristay masaa'il buu xallistay aroortii soo guri ka sii baxay bakhaarkiina kacay ay haajadii ku tiriyaa imaam waxaan qadada ku kariyo ma hayo ليس في البيت تبر مركاسي راح دنبي الله هدا فبي ورحمك الله الهي دما هدا فا هو نحرستو تضبات كي مساله دود حلي تولا ان دياري واد لو سيسي ها مركا و دخشي با كا دماتي عيال كي اسكو كي لا سو اريي هرغيسا ليرك با لا جرى يا عاوه هذا يقو عجيب كبدنا ور ليرك ما حدو جرس ور ليرك لا جرى بارك الله بلرك لا جرى ناجبي ما ترى ليرك هجر يحتقي الله شيخ ما والله جر يا لك دخل بجر تاه سكر ها ليش دينتن waxay rabtaa marka labadaas oo isagistaaga isagga bistaaga adda'i wa taajir da'wat yuhula hidu isgarab istaaga oo qaab dhaqaajiya ay rabtaa waxaanu joognay jarmalka in allah uu naxariiste min tujari kuwait ah baan soo ziyaartay tujari kuwait أبو بدر رحمه الله وأنت رحمة واسعة وجيل كي هرق كنيسة يرى كعضي ولا دوني إلا يبسدو عياي وذا دو وضوضا العقنا ما أقول لايين رحوا يرى يحيى على قشة كي الشرق كي لدمي عياي لهدين يا أبو بدر عشان أخو وكعالي تقال كو قادم بي صوته سنة ماشا نكور كنيسة يرى قديم ود كعضي مساجد كعولي ما مقش مساجد باك كعي ما مقش تكروي كعي سنة دبا kinisad ba ka caday leer looma hayo cid gasho lama hayo eber aan iska iibinaa wale taaskii uu sheekhu fadhigay uu sheekhu ku soo noqdo waa imisa wiir waa imisa kaas waa hal milyan iyo jajar kaas faqat ba intaas u duur kaas waa hal milyan magana halka milyan markaa waxay nagu tahay buur isaga dhawcu kulay faqat buu kulay allahu barak wa bidhaaye bidhaaye فقط قصر كون فقط انت ما هي الحق انا ولي فقط اكرو تشيكر تو سو ساري بو قري كوغو شيدينا واتن بو امام كينا وان ديارنيا سنن كدو ما كان ما ايدين ما دو ان جمعه كنت كدن دونيا تكبير ما تيك ود يوم ساجدا جمعه دم سنن كدو ما نيا بي يوم يقام ذكر الله يدو اه دين مكو كايس رغا سو كدم سو كما كايسو كو كايس مساجد دون هيلسين كيف سني قال يبسد مساجد يا العقبه انا اللي يقول لي العقبه انا اللي يقول لي مساجد بدن خطبه جمعون وديارنا يا وحا نو يمد مساجد كي يماني ما لبي وضان قول يربان كجيرو خطبه بان ديارنا يا مكاس اي ولاد يمن بانو كان مخبي شيغان انت خطبه كهورنا ما جيعلينانين وخا هادلو خطبان ها تركز فيها
qasaakuun insha Allah baad khutbaynu arki doona labadan gala labadan waa malab iyo man baan ka keenay halkaas ka dhiga baan ku iska bixin khutbadii baan ku saajidka waxaan ku arkay dad cusub oo dadkii saajid ku tukan jiray aan ahay horteeda waxa fadhiya nin bahashoodii xiran jambiyeeradan jambiye birtoodii xiran sidoodii u labisan foorara khutbadeedii baan iska akhristay oo soo eegay waa odayga Cabdulla Al-Ahmar Allah uu naxariistay ninkii meeshan haystay رأس اليمني في ذاك الوقت عبد الله أحمد مساج قلت له كنا مساج كان عقب أنا لقيت لي مكتي كونه خطبة دي ما بدلي أنا ماشي صارا خطبة دي بركورة عروري واحد بيك هاد لي سي يتهين عروته ورب عرورة عرورة أحمر ما ماشي مرية مساج كمان بدلي ما كان سام كول الفقه يماني والحكمة يمانية يا أهل اليمن يا أهل ما عرفش وحيبة يا ما قشة كي فضل قال يا خير كيل أبو هبل الدوسي يمني بوها عبد الله بن مسعود يمني بوها أبو هريرة رضي الله عن الجميع يا أحمر زائد كن دين بالي قول لي كي بو تغيو خد بدي باون دمينيو قسم كل هذا كلمة شيخ عالم مات أحمر باله نفصيحة ما هين لقضة فصيحة كما هين وسيري سبب الله هين بو يوري بيان في المسلمين بقى جوك تم اسم الله هندود سوى الله هندود إن كي قاسا إلى السعودة يري كتب قرآن هنقابنا وحنقول بيوري واروح يبقى سعودنا وقوي يروبا ما مسلمين ما جوكي سيدنا تهين قحو تبا من هايباني سوى مالي بدمدو مساكين انت هل كاسكو سوى عمطي هل كانت مت قاسو كشيكي إسلام يوانا يقيس لابي يطبرنين وحالة سعودة قرع صديال يا الله سعودة قول كان قرع فلس هذا باهنتي شان بقول لك دولار هاف مليون هاف مليون بان اللي قولي لابي تونكي بو قيبي انت ادفع كذا انت ادفع كذا انت ادفع كذا انت ادفع كذا اسلا جمعها اسولن او اكتيدا حيد مساجد لاغا فور اماراتيين تو اي دسين ايا اسلا جمعها لفوري مساجد كما ملكيسي او دن وحان ادرنا اسولنو تاسا لاق بدنيد اماراتك halkaas aanu sii tagaa oo bal wax ka soo yar qarafaysta yar maskaxdeeda waxa kuma dhicin yaman oo marka iska saboolade yaman bay wax ka iman masaajidkii sidii bu sheekhu ku bixiyo kaamil ah qaacadi salaada waxa taas kaamil daawad ma kam hanu socdo maxay baanta daawadu daawada kan masaajidkana marxaati ka ah kan soo dhigo marxaati kama tiidin masjid cali matan رضي الله الله كرر عليه هذا نكى أساسا هو نكى لسه يكى كدري سو برخاتي كم تيدين ما تقلعت سو هرجسك وما دحت الله سو ده إسكت تري ما هو نبشيل نبى كدري قرش قرش كدري ما تاي ما تم كل عبادة سنة نمسك كل عبادة سنة إنه لو جهدي لسكت بيري ما حتى لو ويا ها مع قلب كأقول راجي دعوة لطيعة سامي المجادو كدعت آيات كان شيء أفر قضب يلهي سبحانه وتعالى وكل شيء الوعد بالتمكين شرطي الوعد بالتمكين وأفر بله كل شيء كون وجود الجماعة المؤمنة وتحقق الإيمان فيها إيمان كان كما شاكينا يو ميل كما رح شاكينا يو ميل مرن تطبق عليا تمر رك حديث كي مركو النبي صلى الله عليه وسلم ما كجوا يقولوا دومنا يي إلا ويدي عبد الله بن مسعود ويدي يا كرمي يا كراعي محمد النبي صلى الله عليه وسلم آمن بي حديث البخاري كجرا وحا الراعي بي رمي رجل وامرأة وطفل وعبد أي النبي وشيء رجل وامرأة وطفل وعبد ولما ذم حير هذين وجميع طبقات المجتمع رقي دمركي عرورتي طبقات شقينسي شق عليه دين أنت يا النبي محمد وي ويرى بمعنى بلا وجود دعوة دب النبي وأنت مو جاري صلى الله عليه وسلم بركة وعد إلهي وشيء واحد الربا جماعة قادة جماعة كما هذا ليو ورورضة لمك إسلامية ما شرط ما قصد واحد واحد الربا جماعة مؤمن أه وبلارنا وذا صعطة هديه قال لي ذهينا عيب ما أه هذا محل لي ذهو قال لي ذهينا عيب ما وما تين لي راهضو عذرك ملاريا ايا لا دغالميا
marka urur baa loo sameystay united nation ka xageenan wuxuu ka shaqeynaya ururkaasi la dagaalanka malaariyada ha kuwa kale waxay yidhaahdeen biyaha nadiifinta ayaanu ka shaqeynanaa qaar waxay yidhaahdeen haddii buu ku row yahay maalinta farxalka maalin baa loo sameystay farxalka kowdhe taaso waa lasku tagay intaasoo idili waxay rabaan inay dana qabtaan waxay u samaysteen maamule u samaysteen islaamka in la faafiyo oo diinta la faafiyo oo dadka wax loo sheego ha taasi ma banaano taasi taa loo samaysan maayo urur ha jamaaca loo samaysan maayo ma banaano taasi laakiin ururka loo samaysto maxay tolay biyicelinta iyo bacaad celinta kuwaas way banaan tahay ha gaaloo idilina ha u samaystaan sidii islaamka loola dagaalami lahaa ha ha loo samaysto oo ha laysugu tago oo ha laysugu kaalmaysto gaalkii waa ha adigiina may fardi fardi ku waajih aakhira ku diriya laba camalu saalixaat min alqiyaami bishara'ic iddiin la kaalay awaamirtii ilaahay subxaanahu wa tacaala la kaalay camalan walaysa idicaa'an camalan walaysa idicaa'an ku camal fal afka sheegasho ma ah iltizaam nahji salaf asaalix dadkii naga horreeyay saalixiinta ahaa manhajkay siday qur'aanka u fahmeen u fahm say xadiiska u fahmeen u fahm fahm cusub adigu hala imanin yakfiina maa mada siduu imaam maaliki uu yidhi diini waa intii naga horreysay dadkii horeba yidhi imaam maalik radia allahu canhum waardaahum ha dhayalsanin kelmaddaasi laan haddii aad dabarka haddaad weydid 90 jiho oo kala duwan ayay kula geli iltazim waad qaboobi markaa maxaad ku qaboobi aar muxuu yidhi saxaabadii maxay arrinkaa ka yidhaahdeen taabiciintu arrinkaa maxay ka yidhaahdeen taabicu taabiciintu arrinkaa maxay ka yidhaahdeen warkay yidhaahdeen baa saxsanay raac tafsiirkay yidhaahdeen baa saxsanay raac adiguna hala imanin maxay xaggaaga adigu adiga tafsiir cusub inkay noogu keen intii horeba u taag laanayba waxaan idhaahdaa su-aalo yaryaroo isdaba joog ah ha afar iyo sideetankii mise saddex iyo sideetankii bay ahayd markii anigu aan maxay toolay saxwada islaamka iyo baraaruga islaamka aan ku biiray xubin rasmi ah saddex iyo sideetankii afar iyo sideetankii maanta waa dhowro soddon sanno dhowro soddon kaa sanno iyaduu man ag joojoogaa ha man ag joojoogaa uun maxaa laga qoray maxay qoreen maxaa ku dhacay maxaa la doonayaa halkee maxay toolay loo socdaa bifadli illahi ta dhallinyaronimada idiina ilaahay waa igu badbaadiyey subxaana allahi alcaliy alqadiir wax badan iyo fitan badan buu ilahay iga badiyay alxamdulilah rabbi alcaalamiin imikuu isle xoogaa da'dii odaasha u soo dhawaateena waxaa la leeyahay taariikh calaqal maanta asaxwa alislaamiya iyo baraaruga islaamka maanta ama kaa shishe ee hindiya ka socda ha noqdo inta af carabiga ku hadasha ha noqoto markhaati aan ka intii aan ag joogay wax badan baan ka ogahay su-aalooyinkana markaa ii soo baxay anna haada dii saxaabada mid lamid oo kale ah idinka yidhi wacdiya shardi ka hadla soo ma iska xijiya aad adkaystaya waxaa ii soo baxday su-aalahan waxa weeye idinkana waan idinweydiinayaa xaqa iyo baatilka ilaahay may u siman yihiin idinweydiinaya uma sinna soo maa ilaahay muxuu qaatay xaqa waay xaqa iyo baatilku ma tartamayaan mise ma tartamayaan tartan ma ka dhexeeyaa hadda ila socda iga hadhina hadda su-aashanaad bay soo socoda intama hordhac way xaqa iyo baatil hee way tartamayaan soo maa waay haddii uu baatilku bararo wuu guulaystay ma odhanaya eh hadduu baatilku bararo uu yar itaal dee roonaado miyay macnaheedu tahay ilaahay baa baatilkii raalli ka noqdo xaqii ka jeestay soo may maaha maqtac ma tahay mise murun baa ka jira maqtac soo maaha waay xaqaa iyo baatilkaa tartamayaan idinku ii sheegteen xaqu iyo baatilku ma iskood bay u tartamayaan mise mid walba cid baa wada ya baatilka cidima wadaa xaqana cidima wadaa haye haddaba hadduu baatilku yar itaar roonaado oo ka itaar roonaado xaqii macnaheedu ma yahay dadkii xaqa waday ayaa laga tegey oo waxaa ka dheereeyey kuwii baatilka waday ma yahay macnaheedu waatan su-aasha shanaadada xaq ugu weyn maanta oo dhulkaa korkiisa saaran alkowkab kowkabka ardiga
حق ugu weyn ee maanta adduunka jira waa maxay ها ها هاي ايش ثاني الله نعم حق مطلق انغا دخدينا maxay yaala حق ah الاسلام هو maxay القران الخرقات القران القران وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حق مطلق ما تهي ما يهي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يهي ممر باك هجره لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الى صوتان حق ما يهي حق يا ودا مانتا الهي لابتود يو دغاي كتابك يا سنده يا هيا مانتا زمن كان اينو جوغنو مسلمين كوي مسلمين مو مود هيان ان بهايس الينا يا هيا وداددا علماء اهل العلم حفظه القران حمله السنه صح ولا لا ايغا امته كلا افسروا وشيغا ما تايمس ماها ايغا لغا ويديا فاسالوا اهله ان كنتم لا ها مركا حقي منزل كهاي وحي هاي كليه ما تصارنا ايو الهي لابتودا دغاي حمله الدين وحراس العقيده وصيمهم كشكو نجي خطبه الجماعه مو فرفرني كشك رحمه الله أيوجل يا حملة الدين وحراث العقيدة هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فرد يا شيخ الله أخونا حريص ها إذن حملة القرآن وحملة الوحي أيا ما تحقي وضع هيا أيا لقبل يا مكا يا حلا مستد والعدة اللي قبل دي واعي بركة وحيري واللبيب بالإشارة يفهم واللبيب بالإشارة يفهم عدة مضان مركة إلا التمكيني وحملة القرآن وحملة الوحي حراس العقيدة إلا التمكيني وعي ذكر الله قاضي وحبر شدو ذكرية أن لو أكينين إن النصوص وحي كلية أخريانة أي لو كتاب أخريان كتاب الله المقروء وكون الله المسطور لبدا وحي وأي أيها الوداد وأيها طالب العلم لبدا علم أسلحة وحي الله المقروء قال الله وقال رسوله إيه كتاب الله المسطور علوم الاجتماع علوم التاريخ علوم القانون علوم وما أكثرها شيخ بالعود بلوت كهر هندي يقول انت المبارك فوري نكي قريما الرحيق المختوم وحو أها زمن كان أن جوغنو نكا أوغو تخصص بدن صحيح مسلم كم تنصنع أي صحيح مسلم ودقي 50 عاما مر الله لمر كل دمين هندي أيو رب انت تقام بي دعو دون جري قال له بود انت حاليا بمر كلا تعريفي شيخا ما كلا تعريفي aya waxaan la yaabo waxa la yiri labadi kontontii sanay ugu dambayay ninkaasi sheekhaasi masajidka laba kitaab buu ku celceli jiray markuu mid dhameeyo ka kale ku dar jiray mid waa saxiix muslim kaan idin sheegay ku dhacday ma dhameeyay saxiix muslim muxuu bilaabi jiray ha bal wala bal ha tafsiir haye maxay kale ha maxaa tiri kitaab taariikh هذا الشيخ وحديث جري كتاب ابن خلدون المقدمة المقدمة مقدمة ابن خلدون نكي تونس يا رحمه الله رحمة واسعة مركاسا ماذا حق بصدي صحيح مسلم هي مقدمة ابن خلدون ومساجد كيري لغوة لغا هيو ومحدث لغا محدث محدث هذا الزمان وحو هايستي سندك وقل قابا النبي محمد لو قلت حديثك هايستي رحمه الله مبارك فيه سفر بان لو قال جير ارسلت كنودي مخودي يا حدنا مقدمه ابن خلدون وعلم الاجتماع علم العمران سيده حضار لو اوغا سيده مدنيه لو غارا سيده لو هرمرا سيده قبائل سكنيه لو هشيسيا سيده هوغا لو هلا ابن خلدون وانكي يري العرب لا يسوسهم الا الانبياء عرب نبي وحانا هيما ما دخل من نكون كرو بيو وحي كدن بي مخو جيدا ماركا نبي مخو جيدا منهج ومنهج النبوه انت هدان لو ودن عربي هو قال مقارنه ما ربنا ماركا يا اهل الحق
inta jecel xaqu inuu guulaysto, inta jecel inuu qur-aanka iyo sunnadaas inay maxay tole horumaraanow, iimaan billaahi, camalun saalixun mutaqabbala, iyo an tajmaca bayna alqiraa'atayn, labadaa qiraa'o in aad jamcidid, qiraa'atu lwaxyi kitaab alaslayn kitaabkii iyo sunnadii, iyo inaad ku dartid muqtadayaat azaman, zamanka muqtadayihiisa iyo hoggaankiisa, deedna mujtamaca aad la nooshahay, ayuha alwadaadu wa ayuha shaykhu wa ayuha aalibu, ay kor kuu daawadaan, ay kugu arkaan inaad moodal aad ku dayanaysid. Atawakkulu cala allah, qodobka saddexaad, ilaahay tala saaro, ha isbidin adigu. Maalintuu nebi maxamed maka furay sala allahu calayhi wasalam, isaga oo gadhkiisu faraskii nebigu uu saarnaa gadhka saaray oo nebigu isa soo duubay si aan kibir loogu arag, ayuu nebi maxamed maka kusoo galay sala allahu calayhi wasalam. Id hammat taa'ifataani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa cala allahi falyatawakkal lmu'min. Xoogaaga iyo tamartaada iyo magacaaga iyo aftahanimadaada iyo reerkaaga ma intaaba dhabarka ha saarin, ilaahay tala saaro. Markaad hadlaysid ilaahow daraada, markaad aamusaysid ilaahow daraada, markaad siinaysid ilaahow daraada, in yansurkum allahu falaa gaaliba lakum wa in yakhdulkum, hadduu idin hoojiyadee faman da ladii yansurukum min bacdi, bal yaa kuu hiilin, wa cala allahi falyatawakkal lmu'minuun. Qaala alqurtubi raximahu llah, aayadda markuu fasirayey ay calayhi tawakkalu, ilaahay tala saarta, fa innahu isagaa idinkaalmayni, wayamnackum cadowna isagaa idinka qabani, jabina maysaane biidnillaahi tabaaraka wa tacaala, wa in yakhdulkum yatrukkum min macuunatihi, hadduu ilaahay yidhaahdo khalaas orodaa daba idinku qolooyinka ha, markuu ciidanka u diriyo cumar ula si dardaar ma jirin, war cabsida ilaahay bi, war cabsida ilaahay, cabsida ilaahay qabsada. Duulkan waxaynu kula dagaalamanaa buu cumar odhan jiray, daacadaynu ilaahay ateecno iyo macsiyada iyagu ilaahay caasiyaan, labadaasuu ka dhexeeyaa. Haddaynu markaa la simanno macsiyadoodi iyo teenu hadday sinmaan, soo inaga tiro inagamana tiro badna inagamana xoog badna, soo madax inagu dhufan maayo buu cumar odhan jiray marka radiallahu canhu. War duulkan waxaynu isku haynaa buu odhan jiray, innagu dhabarka ilaahay baynu qabsanaynaa, iyaguna laa mawlaa lahum, soo ma aha. War haddaba cumar wuxuu yidhi haddii aad isku mid noqotaan xagga macsiyada idinkii iyagii, haddaad isku macsiya noqotaan, maa lagaa xoog badnayn dee, oo lagaa tiro badnayn, lis eryan maayo un. Idan waxaan tawakkulka cala allahi waxa weeye dadaal oo asbaabtii la kaalay, laakiin had iyo jeer dhabarka xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala laka, asbaabtana hadayeen, asbaabtana hadayeen. waaciduu lahum mastataactum min quwati wa min ribaati alkhayli turhibuuna bihi caduwa allahi wa caduwakum wa aakhariina min duunihim, wa munaafiqiintii laa taclamuunahum, idinku way idinku dhex jiraan, allahu yaclamuhum, ilaahay baa og. wamaa tunfiquu min shayin fii sabiili illah yuwaffa ilaykum wa antum laa tudlamuun. kalaam allah waa maxay? aciduu lahum mastataactum, wax allaala wixii lagugula dagaalamayo hadday aqoontahay aqoonteedii la kaalay. yahuud baa nebiga u timid sala allahu calayhi wasalam, kitaabkoodii cibriga ahaa bay qariyeen, rajmiga qofka zinaysta ma la rajmiyaa? nebigay weydiinayaan. markaasuu kitaabkiina maxaa ku yaalla? markaasay yidhahdeen waan ku akhriy. markay aayadda rajmiga ay soo gaadheen bay gacanta saareen, saa uga qariyaa nebiga sala sala, ilaahay baa u waxyooday, yuhi gacanta ka qaada ku dheh, way qarinayaan. yahuud baa imtixaan markaasay markay tegeen bi oryaadhaheen, war waa kuwan maalin walba kitaabkoodii cibriga ahaa iga qarqarinaye, afkooda yaa ii soo baranaya buu nebigu sala allahu calayhi wasalam. saxaabaana igu daabu yuhi, waana ugu duciyey, dhowro toban maalmood buu soo noqday isagoo nebiga ag fara, markastu yahuuddu ay timaado ninkaas ahaa ali dhiibaana ka ara, xaasha lillah abada. marka hadba zamanka la joogo, haddii maanta lagugula dagaalamayo iclaam iyo media iyo facebook, lagugula dagaalamayo filimo soo saar, haddii lagugula aha ka shaqee adna gacanta ku haysta, fadhiid kaa dhigay adi. nebi maxamed buu masaajidka saxaabi ku arkay rati neef geelu wataa, yaa rasuul allah, rasuul allow, hee buu yuhi, miyaan dabraa mise ilaahay baan tala saartaayo, ilaahay baa ii ilaalin neefkayga buu yuhi, miyaan dabraa maasha wax, mise ilaahay baa ii ilaalin. nebigu muxuu ku yihi sala allahu calayhi wasalam, acqilha horta, horta marka hore dabar,
وتوكل كدي بطلده إلهي سارو ها مركي مركي اعتماد الدين تي اعتماد هالكاس توكل كين أذ حريفين وقولنا يا زلمة لكن مركي الدين كاعتماده وحين وين وين دلالنا وماها أرتكو إلهي سبحانه أنا إلهي ما تلاص عارنا يا واي الورت ما حضلك كلا ضايع وشحات كلا دون كلا لما ما تفرديت جرو جرو كوي ما أنت يا ريه ما يتحاكم ما كتاو حين أجنه هذا إنه مشك نكاكين يعني الحب إيمان ينين لكن حق الدين تيا هورها عرق بيقول لنا إله هو ذيك ها إن ها هنا إذهب أنت وربك ها فقاتلا إن ها هنا تيا يضرب ربنا يقول إنه يروضنا نقول دعينا الناي القرآن كانوا نصبعنا النوى أو رايده هورها يدك وبح ها إن ها هنا قام قضب قدم بيروح يجري كثرة الدعاء كثرة الدعاء وكثرة ذكر الله تبارك وتعالى والدعاء بضيع دعاء أفكينا كبضيع إلهي والله بريع حديث صحيح وحي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد اللحوح اللحوح من ألح يلح إلحاحا ألح اللحوح وما هي يلح عليك قف أقول أنا أريد دي ما هي أنا أريد نيو ما هي أنا ما أريد ما هي أنا أريد والله مرك الضبة وتجي أبصير يا صبا هو كاسي محل هذا هي فلان اللحوح وكاهري واي إلهي محيي ما خد بري إنسان إلهي نبي قال أورانا يا إن الله إلهي يحب إلهي يحب جعله هاي أتون كسب أشي سبحان تعالى إلهه ويسي إلهه ويجتقي إلهي وهو يا إن الله يحب العبد اللحوح يدعو صلى الله عليه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وأنا هينا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وأنا هينا تقال هذا النبي يقول جيرين دعوي كنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنجز لي ما وعدتني به النبي يقول جير لا هو بلن تادي بلن قادي ما أنت يديب اللهم آتني ما وعدتني لا هو يوحي نسكو أوجيندي لا هو يديب اللهم إن تهلك هذه العصابة كوح ذا يرى مؤمن أنت ما أنت هذه كرك الله جوستو من أهل الإسلام يا مسلمين تا لا تعبد في الأرض عدك لك عبد بك وما هي ابن النبي صلى الله عليه وسلم انت هيربان درغ دعوتي غارسيه هل انت هيغ مري رب سبحانه وتعالى ايون النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اله منزل الكتاب على سودجي سريع الحساب حساب تاد ودق دق بدنت اللهم اهزم الاحزاب كوحدا اسكو تغت اله ويغ قبو اللهم اهزمهم اله جبي وزلزلهم الك اله لغرير ابن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نبي وحور انجري رب اله و اله ايييو انت عضدي الا يمرغو يخوغا ونصيري اله هو ذا اي غرمد اه بك احول حيلد مليه اسباب تدا اي حيلد اه وبك اصول اذا كو دقدقاقا وبك اقاتل اذا درادا او دغالما هي يقودان هيغا تغين وحور انجري نبي صلى الله عليه وسلم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم أبي نبي كل عبادة سنجي بريتك يقول سنجي دورا وماشي دي حسبنا الله ونعم الوكيل عبد الله بن عباس رضي الله عنه حسبنا الله إلهي با يغفلا إلهي أم با يغفلا وكيلنا إلهي با نعم الوكيل وحير قالها إبراهيم نبي إبراهيم با يري مركي دبك الله وطوري نبي محمد با يري مركي الله يري إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمالا وقالوا حسبنا حسبنا الله ونعم الوكيل أي النبي صلى الله عليه وسلم اسكو حدنا شها إلهي إنا ترضى سبحانه وتعالى سارتك لا يرد القضاء إلا الدعاء قضاها معليو دعاء ذو المويان ولا يزيد العمر عمر كان مكر ليو إلا البر وناك فلس مويان ابن النبي صلى الله عليه وسلم وسيدة مقضاها إلهي بس يلو علن إلهي بقى قرى الله وحن محفوظ بكو قرى انتهي دعاء دعوتي بقى قدر يقضك هو قرنا كل علن يميا إمام النبي بشرحي رحمه الله محير ها وإلهي علم جيسة سابقة وحاكو قرنا ما ننتو أرن كاكو قري قضاها أهان إنو إلهي كوافجن دون إنا الدعاي ستو دعا ذنائك ها قبان دوت سيدا لو كلا الدعاء بذن يهيبا لو كلا مصيبة يريهي إن الدعاء والقدر لا يتعالجان في السماء عركة أي كب كل قدم ينبو النبي ويقول قدر كي يقضيه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو يرمعها مع المهي اللي فرنا يقول القائس بين محمد ابن البلوط ومغ فقهاء لها
ayaa ninkii abaanduulihii ciidankaabii war wadaadkii faqiiha la ii doon doona caawa talaha i siiye wadaadkii baa loo tegayo isagoo gurigii habeenkii taaganoo sabaabada kor u taagaya allahuma hazimhu ilaahu naga qabo ilaahu noo hiil isagoo kore hoggaankii baa loo samay war sheekhii aaway aan idiin dalbaday ilaahay buu baryayaa muxuu lahaa fartuu kor u taagaya sabaaba ayuu kor u taagaya xagga alla subxaanahu watacaala rasuul ilaahayow marka waxaad qaban weydaba soo iga qabanba marku ilaahayow ilaahayow isuu guray hoggaankii abaanduulihii baa wuxuu yidhi fartaa sheekhe tacda dhuuban fartaayna dhuubanee sheekha ee ilaahay inoogu baryayo ayaa kun seef iyo kun waran oo xoog badan kaga xoog badan ilaahay agtii subxaanahu ilaahay baynu ka maqan galnay bi ilaahay nala qabo waa fartaa yare ilaahayow ilaahayow qabsadna tacala idan ilaahay inuu diintan ilaahay subxaanahu watacaala u gargaarahayo waa qowl waa ballan ilaahay qaaday shardi wuxuu inagu xidhay laakiin inaynu la nimaadno maxay inaguna acmaashii inalooga baahnaa oo ma gebigeynaa wada acmaashaa haddaynu wada qaban weyno guulmay mana sameeyaa markaa may caashaa nebiga waxay weydiisay wasalam rasuul allow miyaana la halaagi bay tiri wafiina saalixuun xadiidkii saxiixaha cadho ilaahay may nagu dhici iyagoo dad saalixiini ay nagu jiraan bay tiri caasha radia allahu canha muxuu nebigu ku jawaabay sal salam haa cadhada ilaahay waa idinku dhici iyagoo dad saalixiin idinku jiraan muxuu yidhi markaa nebigu idaa kasura alkhabath hadduu bato xumuhu marka xilkayna wasaaran waa maxay markaa inaynu yarayno maxay xumaha inaynu hada hu marka guusha ilaahay ku jirtaa ma xumahoo dhan baynu wada zuulinaynaa may malaa'ig mayno jannadii weli maynu gelin dayay way jirayaan yaroo iska imtixaanahay iska jirayaan ee maxaa la rabaa laakiin magaalooyinkeenna iyo tuulooyinkeenna maxay inay ku bataan salaaxu inuu ku bato dadka saalixiinta inay ku bataan dadka ahlu masaajidka inay ku bataan inta kalena loo yeedho laakiin haddaynu inagu nidhaahno inagu salaadaheenna iyo shanteenna iyo waa inoo oraydho masaajid waynoo camiran yihiin oo si fiican baa inaloo tukinaya qiraa'o fiican baa inalagu tukanaya inagu laakiin dadkii kale aynanu hawl aynanu gelin oo inanu dacwaddii faafin imkaanu miyi baan joogaa miyi baan joogaa malaa'imka shanta lixdii bilood ee ugu dambaysay xaqiiqada haddaan idinka warramo dadkaasay u nool yihiin adduunna ma hayaan diinna lama hayo salaad iyo iskaba daadaaba sheegayaba yaa u maqan dadkaa ka wax allaale markaa waxaan qabto waaye baan qolo tabliiqa la soo hadlay in yar soo dira baa kuuhi in yar koox soo dira oo bal dadkan ha dhex galaanoo ha dhex fadhiistaanoo masaajin yar leesh idaa kasura alkhabath hadduu xumuhu inagu bato waxa caradii ilaahay baa subxaanahu watacaala ayaa inagu dhacaysa haddaynu laakiin juhdigaa la wada nimaadno inu isku wada tagno biidni illaahi tabaaraka watacaala aakhir qodob laa tayasu min rawxi illaah waan ogahay waxaan aada u ogahay wararkan iyo howlahan muslimiinta haysta dhalinyaro fara badan niyajo fara badan inuu haysto waan ogahay wadana muslimiin oo baaba'ay qaar kaloo maanta lagu socdo meeshii aynu u jeesan jirnay qibladii oo inalooga da iyada lafteedii inalooga daba maray oo warkeedu wagashwagash yahay ayaa mahan a soo warka ma haysaan wagashwagash xaggii hataa waa qibladii xataa inteenay inoo banaansan intaasay ahayd intii yaridna waxaa la yidhi maya nala mid noqda nala mid noqda intaasoo idin dhallinyarada maxay ku reebaysaa labadii madarasadood ee islaamiga ahaa ee socdayna labadiiba maxay toolay midho la arkaya maanta oo dhallinyaradu ay ku qaboobaan ma arkayaan qolooyinkii yidhi gacan baanu wax kaga qaban dadka oo waanu toosini istawuu sax ah ila rag baa go-aan kaa qaatay leene hawlahoodii gidaa cidla ay soo taabtay war weyn lagama hayo iyagina qolooyinkii kale yidhi waaba annagu xagga siyaasadda iyo doorashooyinka iyo taayibaan xidhan doonaayo codku dadku hana siiyaan iyagiina jeelel bay ku wada jiraan maanta iyagiina aada fiiri hadda dhallinyaradii markaa maxay leeyihiin war xaggaa haddaanu u kacnoonu idhaahna muxuu tuli fajacalnaa caaliyaha saafilaha wa amdarnaa calayha madara saw gow waxba waatan laga waayo war qolooyinkii ilahaanu aayar soconno oo bal codka iyo modernity iyo yaro demoqraasi iyo waxbaanu keeni iyagiina gebi wadba inta la xaabsaday waa tiri halkan iyagu fadhiya horta halkan digriga ku haya ha dhallinyaradu waxay leeyihin war dhag allaale dhankii loo dhaqaaqaabo waxbaba suurtagal ma ahe maxaanu samaynaa boqolaal baan la kulmo la fadhiistaa marka ha oo fedab jooga qaar ba dhallinyaro ooyaya ilini ka da-ayso
ee la fadhiista maxa islaamkii helay maxaa helay islaamkii laabtu intaa u taabto ma kula tawakkalu cala allah ilaahay baa inoo maqa subxaanahu wa tacaala inta ilaahay baa u maqan xaasha lillaahi ilaahay diintiisu inay cidlo ku dhacdo goorta ma garanayo adna ma garanaysid laakiin inuu ilaahay u maqan yahay oo ilaahay u heelin doono biidni illaahi tabaaraka wa tacaala innaga laakiin maxayna laga rabaa inaynu noqonno ma istaahilnaa gurmadkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay dembigeena ha dhaaf dembiga waalidiinteena ha dhaaf culammadii waxay noo soo dhigtay inta nool ilaahay ha barakeeyo inta dhimatayna qabriga allah ha u nuuriyo xumaha iyo xiqdiiyo xasadka laabteen allah ka kaxeeyo dad walaala ilaahay ha inaga dhigo dhulka barwaaqadiisa ilaahay ha ina siiyo cirka khayraadkiisa ilaahay ha inoo fa abaaraha ilaahay ha inaga soo jebiyo mu'miniin walaala allah ha inaga dhigo inta wanaagdoona kuwii u gurmada allah ha inaga yeelo xumaha inta wado kuwii waaniye ee wacdiye ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inaga yeelo xoolaheen ilaahay ha inoo barakeeyo cudadeen allah ha inoo barakeeyo ubadka ilaahay ha inoo barakeeyo guryaha allah ha inoo qaboojiyo dowladda allah ha inoo barakeeyo inta ag joogta allah ha inoo barakeeyo masaajida ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inoo barakeeyo culammada iyo wadaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala ha garab istaago ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u heeliyo carabkooda carabkii dadka gaadhsiin lahaa diinta ilaahay ha ka dhigo qalbigooda qalbigii diinta weelayn lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka dhigo kuwii garab istaagi lahaana innagana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inaga yeelo cadowga islaamka alla ha jabiyo cadowga islaamka alla ha jabiyo ilaahow inaga xoog badan yihiin ilaahow isku kaaya tage ilaah waxba noola maxarin gabdhahaygii bay ku fasadeen guryahaygii bay dumiyeen masaajidadaydii bay dumiyeen xoolahaygii bay dhaceen annagii bay isku kaaya direen ilaahow naga qabo ilaahow naga qabo allaahuma khudhum akhda caziizin muqtadir ilaahow naga qabo yaa rabb alcaalamin ilaahow noo soo gurma yaa daljalaali waalikraam ilaahow laabta dhallinyarada kalsooni dhig yaa rabb alcaalamin ilaahow diintooda yaana ka shakiyin nebigooda yaana ka shakiyin iyaga kuwii la isku diray ilaahow ha ka yeelin ilaahow diinta kuwii ku murma ha ka dhigin dhexdooda yaa rabb alcaalamin ilaahow dad walaalaa naga dhig yaa akram alakramin ilaahow khaatimada noo hagaaji ilaahow khaatimada noo hagaaji ilaahow qabriga noo nuuri yaa rabb alcaalamiin ilaahow kuwii wejigaaga yowma alqiyaama la kulma ilaahow naga dhig ilaahow kuwii aad ka jeesata ha naga dhigin yaa rabb alcaalamiin وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم